السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي حل مناقشة التربية الإسلامية صفحة 138. أولا، ما الآثار السيئة في المجتمع إذا لم يعاقب السارق؟ جواب النقطة الأولى صفحة 135، السرقة جريمة الحد فيه. هاي جواب النقطة الأولى. زين، النقطة الثانية يقول اذكر آية قرآنية في عقوبة السارق. وين هالآية القرآنية في عقوبة السارق؟ هياتها صفحة 136، والسارق والسارقة فاقطعوا الحد، هذه الآية القرآنية. النقطة الثالثة، اذكر حديث نبوي شريف في عقوبة السارق. هذا الحديث النبوي الشريف، هذا الحديث. النقطة الرابعة يقول لك ما أثر التربية الأسرية للفرد للابتعاد عن هذا الذنب الكبير؟ وين هالنقطة الرابعة؟ لحظة، هياته هذا سوء التربية الأسرية، هذا نقول فتاخذون سطرين. والنقطة الخامسة يقول لك هل يتذوق السارق ما يسرق مثل من يعمل الإنسان في الحلال؟ لا طبعا. هذا صفحة 137، إن اللقمة الحلال والكسب والحلال والمال والفوز الحلال، يعني هذا نقول حد عن طريق حلال،